هل الفترة الجاية ممكن تشهد وفاق أمريكي بالشأن السوري أم العكس، يعني أمريكي روسي بالشأن السوري، أم على العكس ممكن في الأزمة تزداد والفجوة تتسع فيما يتعلق بالشأن الروسي بين أمريكا وروسيا؟ هو في الواقع يعني الإجابة المباشرة على ده إن الاستراتيجية الأمريكية بدأت زي ما سيادة اللواء كان بيتكلم من شوية تنسحب تدريجيا من الشرق الأوسط، والكلام ده بقاله فترة يعني. هناك إخفاق كامل استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. كان في مجموعة خطط فيما يتعلق بالشرق الأوسط الكبير على سبيل المثال، هذه الخطط فشلت بعد ما استثمروا فيها استثمارات كبيرة جدا، ومش من عهد أوباما بس، ومن قبل يعني من أيام كلينتون يعني هم بدأوا يمشوا في هذا التخطيط. النهاردة إحنا شايفين تشكيل وكأنه تقسيم جديد للشرق الأوسط، يعني زي سايكس بيكو بس بأسلوب جديد. القيصر الروسي اللي بدأ يشعر بأنه لابد أنه يثبت لواشنطن أنه موجود على الساحة الدولية، وهذا هو المجال الأقرب حيوية ليه اللي هو الشرق الأوسط، اللي هو مازال ليه بعض البقايا فيه خاصة مع سوريا. لم ينسى أبدا الروس ما فعله الحلفاء الغربيين معهم في موقعة العراق، عندما أعطوا الضوء الأخضر لضرب العراق وتدمير العراق في عهد بوش، ثم تقاطروا على الكعكة بعد ذلك وخرجت روسيا خالية الوفاض. عندنا إقليميا أيضا تاجر السجاد الإيراني اللي بيغزل بهدوء شديد جدا جدا وبيحقق مكاسب إقليمية وعلى الوزن الدولي بالتعاون مع روسيا. روسيا إذن القيصر الروسي له مطالب، أو الدب الروسي إذا صح التعبير. أمريكا بتنسحب، تركيا وإذا كنا بنتكلم على التجارة تاجر الدخان التركي أيضا يخطط بهدوء لكي يؤمن الجزء الشمالي من سوريا وبالتالي يحيد الأكراد. المنطقة العربية بالكامل بيعاد رسمها وتشكيلها من جديد، ولا يوجد لاعب في الشرق الأوسط حاليا يستطيع أن يتنبأ بما سوف يحدث خلال الأشهر إن لم يكن الأسابيع القادمة. هل ممكن يبقى في قتال أمريكي روسي على الأراضي السورية؟ لا أتخوّي ذلك، لأنه المسألة تم يعني جون كيري عمل رحلة زار بها كل العواصم الأوروبية، وأيضا كان هناك لقاءات مع السعوديين ومع بعض دول المنطقة، وللأسف أظن أن مصر كانت خارج الإطار ده للتنسيق للخطوات القادمة. هناك صفقات كبرى بتعقد دلوقتي، يعني أوكرانيا هناك شبه توافق إلا يتم. أوروبا انزعجت جدا من شكل الأفواج من المهاجرين اللي بدأت تقفز على الشواطئ الأوروبية، وبدأ يهمها إن الخراج ده يخلص بأي شكل، روس، هنود، أي حد ممكن يحلها. المواجهة الروسية الأمريكية مستبعدة جدا جدا، ولو إن يعني مثلا في تصريح لجون ماكين قريته النهاردة بيقول فيه إن إدارة أوباما خدعت والروس خدعوها وهم مش بيضربوا داعش. طب ما أمريكا بقالها كام شهر بتضرب ما يقال إنه داعش. الحقيقة إنهم هذه المنطقة لا تمثل لهم الآن نفس الأهمية الاستراتيجية لما كانت عليه في القرن العشرين. زي ما قال سيادة اللواء برضو انتقل، حصل شيفت في الاستراتيجي الأمريكي إنه هو رايح شرق آسيا، الجزء بتاع الصين أصبح أكثر أهمية. برضو موضوع البترول شحه بقى لو لم يعد له نفس الأهمية بعد ما أصبح لدى أمريكا استراتيجي. أمريكا مصدر للبترول دلوقتي، بقى في بدائل كثيرة جدا ومنها الغاز على سبيل المثال. فإحنا النهاردة بنواجه تقسيم جديد للمنطقة، ربما حروب أهلية داخل المنطقة، لكن حرب عالمية لا أعتقد. يعني ضيفي